الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قرأنا بالأمس من قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ففي تلك الآيات أنه لا يقبل اعتذار من أهل الكفر ولا استعتاب يوم القيامة، وفي تلك الآيات أن عذاب نار جهنم دائم أبدا لا ينقطع عن أهلها. وفي الآيات أيضا أن دعاء غير الله لا ينفع أصحابه، وإنما يعود عليهم بالوبال، حيث يتبرأ المدعوين من الداعين في ذلك اليوم ويستسلمون لأمر الله جل وعلا. وفي تلك الآيات أن دعاء غير الله إنما هو افتراء على الله تعالى. وفي الآيات تحريم الإفساد في الأرض، ومن أعظم أنواع الإفساد الشرك والصد عن سبيل الله. وفي الآيات أيضا أن هذه الشريعة كاملة، لم تترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا بيّنت حكمه. وفيها أن هذه الشريعة جاءت بالرحمة للناس قاطبة، وجاءت بتبشير أهل الإسلام بالبشارات العظيمة في الدنيا والآخرة. وفي الآيات أن من أعظم معالم هذه الشريعة أنها تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي الآيات وجوب الوفاء بعهد الله تعالى، ووجوب الالتزام بالأيمان والعهود التي يعقدها الإنسان على نفسه. وفي هذه الآيات تحريم إقدام الإنسان على ما يؤدي إلى بطلان أجره وحبوط عمله. وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله جل وعلا، يؤتيها من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات أن العباد يوم القيامة يسألون عن جميع أعمالهم بلا استثناء. ولعلنا أن نقرأ شيئا من الآيات في هذا اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا بمعرفة معانيها وأحكامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ينهى الله تعالى أن نشتري بعهده ثمنا قليلا فقوله لا تشتروا أي لا تستبدلوا ولا تقدموا شيئا مقابل شيء آخر بعهد الله أي بالميثاق الذي واثق الله عليه آدم وذريته بالإيمان والإسلام ولا تشتروا بعهد الله أي بالالتزام بشرعه والالتزام بما أوجبه الله تعالى ويدخل في عهد الله ما عاهد العبد عليه ربه بالنذور التي يعقدها فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي مقابل أمور دنيوية زائلة عما قريب وتنفد قريبا ثم علل ذلك فقال إنما عند الله هو خير لكم فما عند الله من الجنة ومن رضوانه ومن وعده الصادق خير لنا مما نطلبه من أمور الدنيا لو كان الناس يعلمون حقيقة الأمر ثم قال تعالى ما عندكم ينفد أي أن أمور الدنيا ستنتهي قريبا فإن أعمار الناس قليلة وما عندهم من أمور الدنيا ينتهي عاجلا فكم من إنسان بدل الله حاله بعد الغنى فقرا بخلاف ما عند الله من الثواب الجزيل
فإنه باق أبد الآباد. ثم قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا. فالصابرون الذين التزموا بأمر الله وعهده، والذين تركوا ما نهى الله عنه، والذين احتملوا مصائب الدنيا، والذين تحملوا أذى الآخرين، هؤلاء سيجازيهم الله أجرهم ويثيبهم على صبرهم بأحسن أي بأفضل ما كانوا يعملون. فإن الإنسان في حياته يمر بأحوال مختلفة، مرة يزيد في نشاطه في الطاعة، ومرة ينقص نشاطه فيها. فوعد الله الصابرين بأن يجازيهم بأحسن أعمالهم، وحينئذ يتجاوز عن سيئاتهم ويني لهم الثواب الجزيل. وهذا الثواب والجزاء ليس مقتصرا على جزاء الآخرة، بل حتى في الدنيا يجازيهم الله أحسن الجزاء. ولذا فإن من صبر فإن الله جل وعلا ينيله النجاح والظفر. ولذا قال تعالى: من عمل صالحا، أي من أقدم على الأعمال الصالحة التي يرضي بها ربه، والتي يتبع فيها نبيه، والتي تكون عائدة بالخير على الآخرين صلاحا لأحوالهم، سواء كان ذلك العامل من الرجال أو النساء الصغار أو الكبار، فإن الله تعالى يقبل منه ذلك العمل. فإن كان مؤمنا من أهل الإسلام أناله الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ولذا قال: فلنحيينه، أي لنجعلنه يعيش عيشة سعيدة وحياة طيبة، تطيب في نفسه فيكون مستقرا مطمئنا قائما بأموره، وتطيب في حق غيره، لأنه سيعاملهم بأفضل التعامل وأحسن التعاملات. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يجازيهم الله الجزاء الأفضل بأحسن ما كانوا يعملون. وحينئذ نبه الله جل وعلا إلى هذا القرآن العظيم، الكتاب الذي احتوى على مصالح الخلق، فإن الله قد أثنى عليه في مواطن من هذه السورة، كما في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن أراد الحياة السعيدة، ومن أراد أن يكون الله معه يقوم بحوائجه، فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب. والإشكال في أن بعض الناس يتلفت يمينا وشمالا ويترك هذا الكتاب والاستماع إليه، وحينئذ لا يعود عليه بالنفع. ومن أعظم ما يجعل الناس يلتفتون عن هذا الكتاب عدوهم الشيطان الرجيم. ولذا أمروا عند إرادة قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم لئلا يصدهم عن هذا الكتاب، فهو مرة يملهم، ومرة يصرف أذهانهم عن الاستفادة منه. ولذا قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي إذا ابتدأت بقراءة القرآن وأردت قراءته، فاستعذ بالله، أي اطلب اللجأ والاحتماء بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإن هذا العدو
يبتعد عنك متى التجأت إلى الله. ولذا سمي الشيطان لأنه مبعد من رحمة الله، ويبعد عن من التجأ إلى الله تعالى، ويكون مرجوما رجيما متى التجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذا قرر الله هذا المعنى فقال إنه يعني الشيطان ليس له سلطان، أي قدرة ولا تسلط على الذين آمنوا، فلا يستطيع أن يضلهم ولا يستطيع أن يصرفهم عن فهم القرآن متى كانوا مؤمنين يتوكلون على ربهم، أي يعتمدون عليه ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى. إنما قدرته وتسلطه على أولئك الذين يتخذونه وليا وصاحبا ولا يستعيذون بالله منه، وإنما يتسلط على أولئك الذين يطيعونه ويستجيبون لأمره. وهنا ذكر الله جل وعلا طريقة من طرائق أهل الباطل في صد الناس عن كتاب الله، فإن هذا الكتاب قد ورد فيه نسخ، فنسخت بعض آياته، بعض الآيات نسخ لفظها وحكمها، وبعضها نسخ لفظها ونسخ حكمها وبقي لفظها، فحاول بعض الناس التقليل من القرآن بدعوى أنه قد ورد أو قد ألغي بعضه. فقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، أي إذا نسخنا آية ووضعنا بدلها آية أخرى فهذا إلى الله تعالى، فهو العالم بمصالح العباد، وهو العالم بما يحقق مقصود الشرع، والله أعلم بما ينزل. فإذا فعل ذلك اتخذوا هذا حجة للطعن في القرآن، فقالوا هذا دليل على أنه ليس من عند الله تعالى، ولذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، فقالوا إنما أنت مفتر، بدلالة أنك أزلت هذه الآيات من كتاب الله. فرد الله عليهم بأنهم لم يقولوا بذلك إلا أنهم لا يعلمون الحكمة التي قصدها الله تعالى من هذا النسخ. ولذا فهذا الكتاب ليس من هذا النبي، إنما هو كلام الله جل وعلا نزله روح القدس، فالله جل وعلا هو الذي أنزله وأمر جبريل عليه السلام بأن ينزل هذا الكتاب. وسمي جبريل باسم الروح لأن الحياة الحقيقية تحصل بالاستجابة لما جاء به هذا النبي، ففيه تنويه بمكانة هذا الكتاب أنه تحصل به الحياة الحقيقية، بدلالة أن من أمر بإنزاله وهو جبريل يسمى باسم الروح. وقال روح القدس، والقدس من القداسة يعني الطهارة، فهو طاهر من أن يفتري وطاهر من أن ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يقله، وإنما ينزل به من عند الله جل وعلا. ولذا قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فقوله من ربك إشارة إلى أنه من عند الله، وهذا الإله الذي لا زال يربيكم بنعمه،
فنعم الله عليكم تترى، وبالتالي عليكم أن تلتزموا بما جاءكم من عند الله ونزوله بالحق. ومن فوائد هذا النسخ تثبيت أهل الإيمان بحيث يعطون من الأحكام في كل وقت ما يتناسب معهم، وينزل منجما من أجل أن يتمكن الناس من حفظه والعمل به، وهو كذلك هدى فيهتدي به الناس، وهو بشارة لأهل الإسلام بصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم ذكر جل وعلا شبهة أخرى يطعنون بها في كتاب الله جل وعلا، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار رجلا أعجميا من أهل الكتاب عنده علم بالتوراة، فيمكن أن يكون هو الذي علمه هذا القرآن، فرد الله جل وعلا عليهم فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي قالوا بأن الرجل ذلك الرجل الأعجمي الذي يقرأ التوراة هو الذي علم محمدا هذا الكتاب، فرد الله جل وعلا عليهم فقال لهم: هذا الذي تنسبون إليه تعليم القرآن لا يعرف اللغة العربية بل هو أعجمي، فكيف ينسب إليه هذا القرآن العربي الفصيح الذي تعجزون عن الإتيان بمثله؟ فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي يتهمونك بهذه التهمة بقولهم إنما، أي غاية ما جاء به أن يكون قد أخذه من ذلك الرجل الذي زاره، إنما يعلمه بشر. فرد الله عليهم فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الذي نسبتم إليه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أعجمي لا يعرف اللغة العربية، فكيف تنسبون إليه هذا الكلام العربي الفصيح المعجز؟ وقال: يلحدون، أي يميلون في حكمهم ولا يأتون بحكم واضح مستقيم، بينما هذا القرآن قد جاء بلسان عربي مبين، أي واضح لا لبس فيه. ثم ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الذين صدوا عن الحق ولم يستجيبوا له، وبدأوا يتهمونك بالاتهامات الكاذبة الجائرة، ليس لديهم إلا الكذب وليس لديهم شيء، والله جل وعلا يقدر للدعوة خصوما ليكون ذلك من أسباب التفات الناس إلى الدعوة وتأملهم فيها، فإن الله تعالى يهيئ لدعوات الحق من يعاديها ويتكلم فيها ليكون ذلك من أسباب وصول هذه الدعوة إلى أناس كثيرين. ولذا قال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ولم يتبعوا رسول الله، قد قدر الله عليهم عدم الهداية، فلذا قال: لا يهديهم الله ولكن سيكون لهم عذاب أليم، أي موجع
وقوله ولهم عذاب أليم يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام في قدحا في رسول الله وفي كتاب الله هم الكذبة، هم المفترون، فهم الذين ينسبون هذا القرآن إلى ذلك الرجل الأعجمي كذبا وافتراء. ومن ثم قال تعالى إنما يفتري الكذب، أي يخترعه ويأتي به أولئك الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون على الحقيقة، فهم الذين يخبرون بخلاف الواقع كما قالوا بأن هذا القرآن إنما أتى به ذلك الرجل الأعجمي الذي لا يتقن لغة العرب. فعلم حينئذ أن الذين يفترون الكذب هم أولئك الذين ضادوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من نظر في عواقب الأمور وجد أن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين ويجعل صلاح الأحوال واستقامتها بالتمسك بهذا الدين وبهذا الشرع، والناظر في أحوال الناس يجد هذا جليا واضحا، ويجد أن من تمسك بدين الله أعقبه الله العاقبة الحميدة في الدنيا مع ما ينتظره من الثواب الجزيل في الآخرة. فانظر ما هي عاقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقبة أصحابه، نصرهم الله، بدلهم بدل القلة كثرة، وبدل الذلة عزة، وبدل الفقر غنى، وبدل الخوف أمنا، ورفع الله درجاتهم وأصبحوا أئمة يقتدى بهم في الخير إلى قيام الساعة. بينما أولئك الذين قابلوهم ولم يستجيبوا لدعوة الأنبياء وصدوا عن سبيل الله كانت العاقبة السيئة لهم، ذهبوا كأن لم يكونوا ولم يكن لهم مكانة ولا منزلة، ولم تكن لهم عاقبة حميدة في هذه الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم يوم المعاد. ففي هذه الآيات التحذير من عدم الوفاء بعهد الله، سواء بترك الالتزام بشرعه أو بكون الإنسان يقوم بمخالفة ما عاهد الله عليه من نذر أو نحوه. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن ثواب الله في الدنيا والآخرة أعظم مما ترغبه النفوس الخاطئة بتقديم أمور الدنيا على أمر الآخرة. وفيه بيان أن من أراد الآخرة وعمل لها فإن الله جل وعلا يجمع له بين ثوابي الدنيا والآخرة، وأن من قدم الدنيا على الآخرة فإنه يمتع قليلا ثم تكون له العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في أن تكون نية الإنسان إرضاء الله جل وعلا والسعي فيما يحقق أمره. وفي هذه الآيات
ثواب الترغيب في الصبر وبيان حسن ثوابه في الدنيا والآخرة، بحيث يصبر الإنسان في امتثال أمر الله ويصبر على ما يناله من المصائب ويصبر على أذى الخلق ويتحمل ما يكون منهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الإنسان أن العبد يجازى بأحسن ثواب أعماله متى كان مؤمنا مقدما على الأعمال الصالحة. وفي هذه الآيات فضل الله على عباده المؤمنين حيث يتجاوز عن سيئاتهم، فإن الله قال: لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات الأمر بقراءة القرآن، الأمر بتقديم الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن، والأمر هنا عند أهل العلم على الاستحباب لورود عدد من الأحاديث التي قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات ولم يقدمها بالاستعاذة، وإن كان الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الاستعاذة على القراءة. وقوله هنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهرها أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لأن الفاء تفيد التعقيب، ولكن ذلك ترك بدلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقدم الاستعاذة على القراءة. وفي هذه الآيات أن العبد كلما التجأ إلى الله وتوكل عليه حماه من عدوه الشيطان الرجيم، وأنه متى ابتعد العبد عن الله وعن ذكره والتوكل عليه تسلط عليه الشيطان. ففي هذه الآيات حصن حصين لأهل الإيمان يلتجئون إليه ليحميهم الله به من هذا العدو الشيطان الرجيم، ألا وهو بالتوكل على الله والاستعاذة من هذا الشيطان. وفي هذه الآيات أن إقدام العبد على شيء من المعاصي يكون سببا من أسباب تسلط الشيطان عليه وجعله يقدم على غيرها من المعاصي متى لم يتب إلى الله تعالى منها. وفي هذه الآيات أن النسخ وارد في الشريعة، وأن النسخ قد يرد إلى آيات كتاب الله جل وعلا لحكم عظيمة قصدها الشرع بهذا النسخ، فإن مصالح العباد قد تختلف من وقت إلى آخر، فحينئذ يعلم بأن نسخ الأحكام من الأمور الممهدة. وإذا كانت الشرائع ينسخ بعضها بعضا، فقد نسخت شرائع الأنبياء السابقين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك بين الشرائع فلا يبعد أن يكون هناك نسخ في ما بين أحكام الشريعة الواحدة. وفي هذه الآيات التنويه بهذا الكتاب، وأنه من عند الله الذي لا يزال ينعم على العباد بصنوف النعم
وأن الذي نزل به ملك يكون أو يسمى بالروح لما ينزل به من وحي تكون به حياة الناس. وفي هذه الآيات التنويه بحكم نسخ الآيات أن يكون ذلك من أسباب الهداية ومن أسباب البشارة ومن أسباب التثبيت على الحق والثبات عليه. وفي هذه الآيات بيان أن الشبهات التي يلقيها أهل الكفر للصد عن سبيل الله شبهات لا قيمة لها ولا وزن لها لمن تأملها. ومن أمثلة ذلك أنهم ينسبون هذا الكتاب إلى رجل أعجمي، بينما هذا الكتاب ورد بلسان عربي مبين. وفي هذه الآيات أن الهداية بأمر الله وبمشيئته، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكان من أسباب عدم الهداية أمور تعود إلى العباد، فإن عدم قبول الإنسان للحق وعدم إذعانه له وعدم سماعه لدعاة الهدى من أسباب عدم هدايته. وفي هذه الآيات أن أهل الحق ودعاة الخير قد يتهمون بما لا يتصح نسبته إليهم من مثل اتهامهم بالكذب، بينما الذي يكذب هم أولئك الذين يضادون أنبياء الله ودعاة الحق. ولذا قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهذه آيات عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة، وفيها تنويه بهذا الكتاب العظيم، وفيها بيان حسن العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.